نبتدي الاول بالبولتي المقلي. المكونات: سمكه بولتي كبيره، بقدونس، بصل، ليمون، شطه، بابريكا، ثوم، كمون، دقيق، وطحينه خام، وهيبقى فيه زيت وملح وفلفل. هعمل الاول التتبيله. هاخد بوله واحط فيها معلقه طحينه، وهستعمل ميه كمان. احط معلقه طحينه كبيره، ده اللي هيبقى التتبيله، يعني هيتحط الاول على السمكه وبعد كده احطها في الدقيق وبعدين احط في الزيت. هاخد بقى كل الايه المكونات مره واحده: الثوم، الكمون، الشطه طبعا مش كلها، بابريكا، وهعمل كأني بعمل الطحينة الأول عادي خالص، والبصل، شوية من البقدونس، وهحط نقول معلقتين كبار ليمون، خليه هنا، شيل بقى دي، آخد بقى مضرب وإيه أزود مية وابتدي اعمل الطحينه بالتتبيله مره واحده. طبعا انا مش هعمل طحينه طحينه، اللي هتتاكل دي هتبقى للتتبيله، فعايزها تبقى سايبه. لو احنا شغالين كده ولقيته ان هي ثابت خالص هزود شويه طحينه، بس ايه يبقى في شويه صبر، ان هي هتجمد هتمسك في نفسها وبعدين مع التقليب هتفك. اهي كانت الاول ثابت خالص وبعدين ابتدت تمسك نفسها تاني، انا عايزها تبقى سايبه سنه كمان، فهزود شويه ميه. ولو حصل وثابت مننا زياده مش مشكله، في طحينه نزود كمان شويه من الطحينه. طبعا الزيت على النار لازم يسخن كويس قوي، ممكن نشيل ده. احط الدقيق هنا، واحط نقول ايه معلقتين ملح صغيرين او معلقه كبيره. اقلب الملح كده مع الدقيق كويس، اخد بقى ايه نقرب كل حاجه كده من الزيت، يفضل طبعا يبقى الزيت سخن. هاخد سكينة حامية وهعمل فتحات صغيرة في السمكة كده، بس فتحات صغيرة بقى قوي علشان هحمر في زيت، فلو عملت فتحات كبيرة قوي هتلاقوا السمكة اللحمة طلعت لبره، فتبقى يدوب الفتحة صغيرة علشان التتبيلة تدخل جوه، يعني أقل من نص سنتي كل فتحة. ممكن بالفرشة نبتدي نعمل كده، بس أنا يعني هقول لحضراتكم نحط التتبيلة عليها كده، نرفع السمكة علشان تخش جوه. ناخد معلقة نملى السمكة، عايز ألف كده تبقى واضحة لحضراتكم، أقلبها بإيديا يعني. يبقى في طحينة موجودة جوه واصلة للناحيتين، نقلب نرفعها كده علشان لما بنرفعها كده تدخل التتبيلة جوه الفتحات اللي اتعملت. تمام كده هتبقى شربت التتبيله، ولما احطها في الدقيق الطحينه والتتبيله دي هتخلي الدقيق يمسك على السمكه. نروح بقى على الطبق الكبير ده الناحيه التانيه، نتاكد ان الدقيق وصل لها في كل حته، نطلعه كده زيت سخن عميق طبعا يفضل، ونحط السمكه على ايه على قدام كده.